أنا عندي لكم خبر. أشواق مدني مبتعثة سعودية تكتشف طفرات مسؤولة عن مقاومة البعوض الناقل لحمى الضنك للمبيدات الحشرية، وتقوم بأول دراسة ميدانية من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، وتنال أفضل بحث علمي في مؤتمر دولي. طبعا وللحديث أكثر حول هذا الموضوع رحب بأشواق مدني، طالبة دكتوراه تخصص أمراض معدية ومنقولة بالنواقل بكلية ليفربول. أشواق، أيوة أهلين. أول حاجة أحب أقول لك ألف مبروك لتكريمك في مؤتمر المؤتمرات الدولية وفوزك بهذه الجائزة. أولا أشكرك وأشكر جميع المشاهدين وشكرا على الاستضافة. أهلا. طب خليني نتكلم عن هذه الجائزة تحديدا، لو تكلمينا عنها أكثر. طيب أنا يعني حصلت مؤخرا على أفضل ملخص علمي في اللي هو الكلينيكال مايكروبيولوجي أند انفكشس ديزيز، المؤتمر الخليجي الثاني لأمراض المعدية في البحرين، عن اللي هي الطفرات اللي أنا وجدتها، بالإضافة إلى أني حصلت على أفضل برزنتيشن في المؤتمر السنوي الذي يعقد في كلية ليفربول للطب المداري. حصلت أيضا على أنه أفضل ملصق علمي في الرويال انتمولوجيكال سوسايتي في اللي يعقد في لندن. نعم. برضو حصلت على تكريم من السفير في بريطانيا الأمير محمد بن نواف، حصلت على تكريم من الملحق الثقافي أيضا بخصوص اللي هو النشر العلمي. كلها كانت تندرج طبعا عن النتائج اللي أنا حصلت عليها والذي أثبتت مقاومة البعوض الناقل لحمى الضنك من المملكة العربية السعودية بالتحديد في مدينة جدة ومكة المكرمة. ما شاء الله، يعني العديد من الجوائز والتكريمات. أشواق، أنت ما زلت الآن طالبة دكتوراه في جامعة ليفربول صح؟ بالضبط. طيب كلمينا عن تخصصك الدراسي الحالي. حاليا انا ادرس اللي هو مقاومه البعوض الناقل من جده ومكه بالتحديد، لانهم هي المناطق المستوطن فيها المرض من سنه 1994. وادرسها من الناحيه اللي هي الفسيولوجيه، من الناحيه السلوكيه والجينيه، واشوف ايش الاسباب المؤديه الى المقاومه. طبعا في دراسات صارت، بس انه كان اثبتت طبعا ان البعوض مقاوم في منطقة مكة فقط، ولكن ما في أي دراسة صارت في منطقة جدة، مع أنه الحالات حسب إحصائيات وزارة الصحة بتقول أنه 70% من حالات حمى الضنك موجودة في جدة. فأنا ركزت على هذه المنطقتين بالتحديد لأنها هي المناطق اللي أكثر الحالات فيها. فبداية الدراسة أنه أنا أطلع عمل ميداني في المنطقتين هذه، أقوم بزيارة جميع اللي هي المواقع اللي تكون موجود فيها اليرقات، في الاستراحات، في المواقع تحت اللي هي أماكن تجمع المياه يعني. بالضبط. في عند المدارس، الاستراحات زي ما قلت في المزارع، يعني في كل المناطق، يعني أعمل زي اللي هو بحث لكل المناطق وأجمع اليرقات وأجمع أيضا البيض. فأنا كنت عاملة اللي هو زي الأوعية، وكنت أهيئ بيئة مناسبة بحيث أنه البعوض لما يحصل على الدم طبعا يحتاج إلى مناطق كذا مظلمة بحيث أنه يريح فيها بعيدة عن الشمس. فأنا أحط هذه زي ما قلت لك زي الأوعية بحيث أن تكون بيئة مناسبة لها، فتفضل تحط البيض. بعد كذا أخذ كل هذه العلب أوديها للمختبرات في وزارة الصحة وفي البلديات، عندهم معامل للحشرات أربيها، بعضها أخذها وأجيبها على ليفربول، البعض أربيه وأعمل بعض الاختبارات. نفسها عملتها في السعودية، بس الأغلب عملتها هنا في ليفربول. صحيح. أشواق، تخصصك هذا يعتبر دقيق جدا وجديد على المرأة السعودية في هذه المجالات، إيش اللي خلاك تحديدا تتخصصي في هذا التخصص وهذا المجال؟ والله يعني هذا التخصص يونيك، أنا صراحة ما شفت أي دراسة في منطقة الشرق الأوسط عملوا اللي هي دراسة عن الآليات الميكانيكية المسؤولة عن مقاومة البعوض. وما في يعني العمل شاق ومرهق،
كمرأة سعودية أن هي تطلع هذه الأماكن، بالذات أنه أنا اخترت منطقتين، يعني أنا من مدينة جدة، فكنت يوميا الفجر لازم أطلع على مكة، وبالتعاون طبعا مع الفريق في وزارة الصحة وفي البلدية، وأطلع على هذه المواقع وأجمع. فكان يعني يوم كامل أنا أعمل زيارات مستمرة، جلست في مكة تقريبا شهر هناك عشان أجمع كميات يعني كبيرة تساعدني في البحث. فهو مرهق وممتع في نفس الوقت. اخترت حمى الضنك ليش؟ لأنه إلى الآن لا ما يعني ما بيوجد أي علاج مرخص ضد اللي هو كل أنواع الفيروسية. طبعا حمى الضنك في كذا نوع من حمى الضنك، في أربع أنواع فيروسية اللي هو دينجي 1 2 3 4. وجدوا لقاح، ولكن هذا اللقاح ما يقي من كل الأنواع هذه. فاستل إنه إلى الآن بيحتاجوا إن هو بيقضوا على الناقل عشان يقضوا على المرض. فالبلديات ووزارة الصحة بتعمل مجهود جبار للأمانة، وأنا يعني شفت هذا بنفسي ولمسته، ولكن للآن الحالات في الزياد. السبب لأنه هم بيرشوا، بيستخدموا يعني عدة مثود وطرق للرش، ولكن برضو البعوض ما بيموت. ليش؟ لأنه مقاوم. فالدراسة اللي أنا وجدتها إنه في طفرات جينية، طبعا أنا بشتغل على ثلاثة آليات ميكانيكية اللي هي التارجت سايت اللي هو الموقع اللي إنه مفترض إنه يرتبط بالبعوض، وبعد كده بالمبيت يقتل البعوض فيقل المرض. ولكن أنا وجدت إنه في طفرات جينية موجودة في هذا الموقع، فبالتالي لما هم بيرشوا بيصير لها زي الشلل المؤقت للبعوض، بس بعد كده بتصحى وعادي بتكون تعاود نشاطها. طيب تعاود نشاطها. الآلية الثانية اللي هي الميتابوليك ميكانيزم، طبعا البعوض المقاوم بيكون فيه موجود فيه انزيمات، والانزيمات هذه بتكون في مستويات عالية، وبالتالي بتعمل على تحليل المبيدات الحشرية وتتخلص من تأثيرها فتصير مقاومة. أيضا بدرس اللي هو سلوك البعوض. طبعا أثبت الدراسات انه سلوك البعوض بدأ يتغير، بحيث انه هي صارت تتجنب المناطق المرشوشة وتروح لمناطق أخرى. ف يعني هذه الآليات اللي انا بشتغل عليها، فوجدت زي ما قلت لك اللي هي الطفرات الجينية اثرت على البعوض، وانا بستخدم المبيدات اللي بشتغل على المبيدات الفيروسية اللي هي الان بيستخدموها في السعودية، كونها يعني آمنة على يعني للبيئة وللبشر. طيب يا أشواق، يعني واضح كمية الجهد والتعب اللي والمراحل الكثيرة اللي بتعدي فيها، وحتى في بعض أنواع البعوض بتنقليها لليفربول حتى تعمل عليها باقي الدراسات. بس أنا كان سؤالي، هل أنت العلاجات المقاومة اللي بتسويها هي فقط للبعوض أو حتى للإنسان المريض أو المصاب بحمى الضنك؟ لا، أنا أشتغل بس على مكافحة البعوض. أي. طيب هل هناك في عوائق أو صعوبات بتواجهها في العمل الميداني؟ والله شوفي، أنا أول عائق واجهته لأني أنا بشتغل على في منطقتين، فكان يعني عمل جبار وشاق كوني زي ما قلت لك إنه أنا بطلع بالمواقع هذه. ثانيا كان